من العاصمة الحبيبة عاصمة ميادين السباقات ميدان الوثبة، ولكن الرمز الآخر ينطلق هنا ليتابع لحظات حصد الرموز. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته دائما وأبدا نستعين. ينطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه. انطلق وسار هذا الشوط الذي أعلن الانطلاق الأول، الذي أعلن التواجد الأول في شوط الشداد، في شوط الذهب، في شوط الكبار. انطلق هذا الشوط وبدأت معركة الكبار، بدأت منافسة الكبار، كما بدأت حرب من أعلنت الحرب مبكرا وراحت بشوط الضباب وما بها حيلة. تحطم التيم تحت اقدام حضرتها كما فعلت حرب مع الرمز الأول، مع الذهب الأول. انطلق هذا الشوط مع الشداد الذهب، مع الشعارات الجميلة، أول أيام الكبار. دائما يكون الرقص مع الكبار ممتع، وعندما يكون الذهب متواجد فلا بد من البحث عن اللقب الأول. الشداد الذهبي بانتظار الفائز بالمركز الأول. البداية مشاهدين الكرام مع الباس، من يحتل المركز الأول، من يتقدم مع المركز الأول، ينطلق مع المركز الأول بتواجد هذا الشعار. رشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين مع المركز الأول مع الباس. المركز الثاني مشاهدين الكرام ينطلق ويتواجد مع المركز الثاني، يتقدم بهذا التقدم الجميل شاهين خليفة بن سعيد بن خليفة المهيري مع المركز الثاني، يتقدم في هذه اللحظات. المركز الثالث الباس، وصل الباس، تقدم الباس. صالح بن حمد بن مبارك بن هامله المري يتقدم في شوط الكبار ويقدم لنا الباس مع المركز الثالث مشاهدين الكرام. المركز الرابع مكلف مشاهدين الكرام يتواجد مع المركز الرابع، وصل مكلف ووصل فهد بن سيف، الخيارين مع مكلف مشاهدينا الكرام، الباحث عن الشداد الذهبي في رصيد شداد فضي، في رصيد شداد الفضي، ولكن اليوم يبحث عن الذهب، يبحث عن الذهب مشاهدينا الكرام. فهد بن سيف الخياري من يقدم لنا مكلف مع المركز الرابع. المركز الخامس الاتحادي، مع المركز الخامس وصل الاتحادي ليتحد مع هذا الشعار، وفي الاتحادي دائما قوة، ولكن ها هو الشوط، شوط القوة وشوط الكبار. الاتحادي مع المركز الخامس مشاهدين الكرام. الرياض بن ثامر السعدون مع المركز الخامس يتواجد بهذا التواجد الجميل. هذه هي الخمس الأسماء، الخمس المراكز الأولى، ولكن بوعدكم، بوعدكم بالأسماء اللي قادمة، بوعدكم بالمتعة، بوعدكم بالإثارة، بوعدكم بالأسماء الرنانة، والوعد كالرعد في هذا اليوم. أعود مشاهدين الكرام مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى الباس مع المركز الأول. الله، اختفى الباس مع الضباب وانطلق مع المركز الاول بشعار رشيد بن حمد بن جبرين مع المركز الاول مشاهدينا الكرام. يقدم لنا الباس، الباس مع المركز الاول، بانطلاقة الباس، بابداع الباس، بتواصل الباس، بقوة هذا الشعار. رشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين مع المركز الاول، من يحمل الامال والتطلعات والأحلام الكبيرة. الضيف العزيز القادم من المملكة العربية السعودية ليشارك في هذا الشوط كما عود.
عود العشاق كما عود الزعماء المتابعين لهذا الشعار الأزرق والأبيض رشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين. لا بد من التواجد ولا بد من الظهور في شوط العمالقة. المركز الثاني مشاهدينا الكرام يتواجد مع المركز الثاني، ينطلق شاهين خليفة بن سعيد بن خليفة بن عاضي المهيري يتابع مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام يتقدم بتقدم شاهين، بينما المركز الثالث يصل مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام. هنالك ايضا الباز مع المركز الثالث وصالح بن حمد بن حامله المري يشارك في هذا الشوط، يقدم الباز 4 كيلومترات تنطوي ويتبقى مثلها نصف المسافة، نصف الشداد روح ويتبقى النصف الاخر والاهم، يتبقى الاهم الله يا المركز الرابع في هذه اللحظات يتقدم مشاهدينا الكرام. هنالك من تواجد مع المركز الرابع مكلف فهد بن سيف الخيارين قادم للمشاركة، وليس للمشاركة فقط بل للمنافسة على هذا الرمز الغالي، على هذا الرمز الغالي فهد بن سيف الخيارين. المركز الخامس في هذه اللحظات ما زال الاتحادي مع المركز الخامس، يتقدم الاتحادي بتقدم هذا الشعار الرياض بن ثامر السعدون مع المركز الخامس يقدم لنا هذا الشعار، وهو احد الضيوف ايضا من المملكة العربية السعودية. المنافسة مشاهدينا الكرام ودائرة المنافسة ما بين الخمس المراكز الاولى، ولكن القلب بدأ يرجف من هذه اللحظة، بدأ يرجف من هذه اللحظة، والعيون تتابع ايضا اسماء قادمة، اسماء قادمة وايضا الاسماء المتواجدة. فالخمس المراكز الاولى يبيلها متابعة، يبيلها مراقبة مشاهدينا الكرام. ولكن اعود مباشرة الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول والى ذلك الشعار بن جبرين يا حبيب الملايين مع المركز الاول مع الباس في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. يتواجد وينطلق بشعار رشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين مع المركز الاول بهذا التقدم الجميل مع هذا الشعار المتواجد دائما في المراكز الاولى، يتواجد في اشواط الرموز، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات ينطلق شعار بن هامله مع المركز الثاني صالح بن حمد بن مبارك بن هامله المري يقدم الباز، الباز مع المركز الاول، الباز مع المركز الثاني، وصل مكلف، وصل فهد بن سيف الخيارين مع المركز الثالث، غير وانطلق الى مقدمة الشوط. من يقدم مكلف؟ من يكلف بهذه المهمة؟ وليست بالسهلة، ليست بالسهلة. مكلف مع المركز الاول مشاهدينا الكرام فهد بن سيف الخيارين، المركز الثاني الباز صالح بن حمد بن هامله المري مع المركز الثاني، المركز الثالث اول نداء مشاهدينا الكرام ينضم الينا غزيلان في هذه اللحظات مع المركز الثالث، ينطلق غزيلان محمد بن علي بالسعودي الاكتبي مع المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات الاتحادي والرياض بن ثامر السعدون مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس اول نداء مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات وصل بوعده، وصل بوقته، وصل في هذه اللحظات بالبنادق الثلاث، وصل بالسيارات العشر، وصل في هذه اللحظات رعد يا رعد يا رعد يا رعد مع المركز الخامس، ويحمل الرقم 4 ويحمل الانجازات العديدة سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي مع المركز الخامس، ظهر في وقت الظهور وظهر في شوط الذهب. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام. كي
الكيلو ونصف الكيلو عن الفوز، عن الذهب، عن الناموس. اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى المركز الاول، الاتحادي وغزيلان، غزيلان والاتحادي. ولكن الاتحادي ينادي، الاتحادي ينادي مع المركز الاول، مع الناموس الاول. الاتحادي ما زال ينادي الشداد، الذهبي الذهبي الذهبي. والرياض يا بن ثامر يا السعدون، انت من خطفت العيون وسرقت العيون ايضا لتتابع هذا الشعار وتتابع هذا الشوط، والكل يتابع. الذهب ولا غير الذهب، الذهب ولا غير الذهب. الاتحادي مع المركز الاول، الكيلو الاخير، الكيلو الخطير. والاتحادي مع المركز الاول، الاتحادي. رياض بن ثامر السعدون، غزيلان مع المركز الثاني. غزيلان يا غزيلان، من يغازل الناموس؟ من يغازل الذهب؟ غزيلان مع المركز الثاني، محمد بن علي بالسعودي الاكتبي. المركز الثالث، صالح بن حمد بن هاملة، يقدم الباز، يقدم الباز. ولكن الامور في خطر، الشداد في خطر مشاهدينا الكرام. ولكن الاتحادي، الاتحادي ما زال مع المركز الاول، يرفرف بالشعار السعودي مع مقدمة الشوط بالسيفين والنخلة. وابناء العاصمة السعودية يقدمون الاتحادي 500 متر، 500 متر. يا السعدون ما بقي وقت، ما بقي وقت. اضرب بلالي، اضرب بلالي. الالي ينظر للالي الاخر ويغار، يغار. يا بالذهب، يا بالذهب. الله، السعدون هو السعيد، هو السعيد، هو السعيد. الاتحادي، الاتحادي، الاتحادي. في الاتحادي قوة، في الاتحادي قوة. وقوة السعدون مع الاتحادي، الذهب مع السعدون. رياض بن ثامر السعدون، رياض الى ابناء الرياض، الى ابناء الرياض. الذهب مع الاتحادي، والاتحادي مع الشداد. الذهبي تهانينا لرياض بن ثامر السعدون على فوز الاتحادي في المركز الاول. المركز الثاني، الباس، صالح بن حمد بن هامل المري المركز الثالث. وصل غزيلان محمد بن علي بالسعودي الاكتبي المركز الرابع. وصل رعد مشاهدينا الكرام سعيد بن راشد بن غدير خامسا. وصل من يحمل الرقم 14 مع المركز الخامس، سراب سالم بن حمد بالأسود العامري. هكذا مشاهدينا الكرام في كل مكان. إذن مشاهدينا الكرام في كل مكان، هكذا أبدع الاتحادي وتألق الاتحادي وحصل على الشداد الذهبي. تهانينا رياض بن ثامر السعدون على الفوز في المركز الأول. مشاهدينا الكرام 12 دقيقة 48 ثانية، تهانينا لرياض بن ثامر السعدون على الفوز والحصول على الشداد الذهبي. ثانيا وصل مشاهدينا الكرام بتوقيت زمني وقدره، الباز احتل المركز الثاني، صالح بن حمد بن هاملة المري 12 دقيقة 51، 6 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث مشاهدين الكرام وصل ثالثا بالتوقيت الزمني، غزيلان محمد بن علي بالسعودي الاكتبي. تهانينا على هذا الفوز، ونحن بانتظار التوقيت الزمني 12 دقيقة 53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، أحييكم أجمل تحية بهذه